كنت عم بتحمم فنزل كمشة شعر كتير بكيت. بنفس اليوم أنا حكيت مع الكوافير اللي كان عم يقص لي شعري بالتدريج. حكيت معه وينك عم سكر؟ قلت له أنا جاي لعندك انطرني. ثلاث أرباع الساعة بين ما طلعت من الباب وفت عم بدي كسر الدنيا إنه خلص أنا كنت خايفة من هاي النقطة وأوكي لكني أنا ماني الشخص اللي كنت خايفة يشوفه فعليا، إنه أنا بعدني أنا بالعكس أنا فتت أقوى لما رحت حلقت شعري على الآخر، على الآخر يعني ما عاد في شعر، حتى إنه ظل أسود على الرأس ما عاد في شيء موجود. هذا الشيء الكارثي انه يروح الشعر، اوكي في عالم ما بتتقبل بفهم، بس انا بالنسبه لي غير لي شخصيتي، يعني ساعدني حتى اشوف حالي الحدا القوي فعليا، يعني صرت اطلع على المرايه اشوف حدا قوي، ما عم شوف حالي انا لحد هاي اللحظه بتطلع على المرايه بحس حالي اشتقت لي، مو هاي انا، بس نفس الوقت بشوف حدا قدامي كثير قوي بنبسط انه انا هيك، كثير بحب هاي الكاركتر اللي انا فيه، فما عم بحط شعري غالبا. ما أعرف شو بصير بعدين، بس حالياً ما بدي.